الأخ عبد الله يقول: قريب لي سرق دخان بقيمة 50 ريال، ومع مرور الزمن نسي المحل، والرجل الآن تائب ويريد إعادة الحق لأهله، فماذا يفعل؟ هو سرق دخان؟ نعم، بقيمة 50 ريال. يعني هو إذا نظرنا أن الدخان محرم، فعله حرام، أخذه مال غيره ولو كان محرما لا يجوز، لأنه أخذه ليستفيد منه وليس لأجل إتلافه. نعم. وفي أخذه للإتلاف خلاف بين أهل العلم. نعم. الذي يظهر لي أنه يتوب إلى الله تعالى ويستحل من صاحب المال الذي أخذ منه هذا المال، ويقول: والله أخي أنا أخذته وأنا آثم على فعلي، وأرجو منك أن تبيحني. لك لا يعرف المحل هو الآن يا شيخ، يقول مع مرور الوقت يجهل مكانه ونسيه، يتصدق بهذا عمن هي له. نعم. يتصدق بهذا المال عمن هي له، لأنه أخذ هذا ولا يذهب بها إليهم حتى لو عرف المال. نعم. حتى لو عرف أصحاب المال، لأنه معوض على محرم، إلا أن يقال إن هذا من مسائل الخلاف الذي قد يغرم لأجل انتهاكه حق الغير في مسألة خلافية، قد يرى ذاك أن الدخان ليس محرما كما يعني هو الحال في بعض البلدان. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه يتصدق به عمن هي له، والله سيوصلها إلى من هي له. سبحانه، أحسن الله إليكم يا شيخ.